السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة من حلقات وورلد سبورتس على قناة الأهلي. طبعا بنتكلم في كل الأحداث العالمية اللي حصلت الأسبوع الماضي، وأيضا بنتكلم وبنفكر حضراتكم بأهم اللقاءات والدوريات ودوري الأبطال اللي هتكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. كان عندنا أحداث مهمة جدا جدا جدا، لكن قبل ما أبدأ معاكم والكلام عن أوروبا وعن الأحداث هتكلم على النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي دايما بننتمي ليه واللي دايما بنكون حريصين ان احنا ولو حتى نشارك بجزء بسيط مع لعبتنا قبل مباراة بكرة اللي هتكون مهمة ان شاء الله على ملعب برج العرب في اسبوع كان يعني تحت شعار هاشتاج واحد، جمهوركم معاكم، مع احنا من ضمن ملايين موجودين من عشاق وجماهير النادي الأهلي شاركوا مع الفريق وكانوا وراء الفريق لحد المباراة اللي هتكون بكرة إن شاء الله. شفنا الإقبال الكبير جدا على تذاكر المباراة، وبالتالي وجودنا بتيشيرت النادي الأهلي على مدار 4 أيام أو أكثر على قناة النادي الأهلي بنحاول نقف ولو بجزء بسيط جدا 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 وراء فريقنا العظيم، فريقنا اللي بنعشقه، فريقنا دايما اللي بيكون فخر لينا سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في أفريقيا. النادي الأهلي كبير باسمه، كبير بلعبته، كبير بجمهوره، وكبير أيضا بمجلس إدارته. أيا كان إيه النتيجة اللي هتكون بكرة، إحنا طالبين طلب واحد بس من اللعيبة، إن هم يخرجوا من المباراة رجالة رافعين راسنا. نتيجة بتاعت ربنا، لكن مجهودكم وقتالكم وحماسكم داخل الملعب ده اللي إن شاء الله هيكون بين إيديكم وإنتوا اللي هتكونوا متحكمين فيه. عمرنا ما هنحط ضغط عليكم، عمرنا ما هنحملكم اكتر من طاقتكم، لكن محتاجينكم بكره ان شاء الله تثبتوا ان المباراه الاخيره دي كانت كبوه وعدت، وان النادي الاهلي كبير جدا جدا جدا. فبارك للاهلي على صداره الدوري المصري الممتاز. رجوع الاهلي الى مكانته الطبيعيه، شيء طبيعي وشيء وارد في كره القدم ان بطل بطوله الدوري النسخه الاخيره يعود الى الصداره والى مكانته الطبيعيه. قرعة أمم أفريقيا خلاص بعد قليل هيتم انطلاق مراسم القرعة الرسمية لأمم أفريقيا مصر 2019 واللي موجودة تحت سفح الأهرامات. تنظيم أكثر من رائع، منظر وجمال وحلاوة ما شفناش بعد كده. فعلا مصر تقدر تنظم أي شيء لما تكون هي عايزة تنظم. مصر بتضرب مثل ووجهة مشرفة في أفريقيا والعالم العربي والعالم كله بالمنظر المشرف، بالأمن وبالأمان وبالتنظيم اللي فعلا هيكون أنا متأكد إن كل العالم هيتكلم عليه خلال الفترة اللي جاية. نجوم مصر ونجوم أفريقيا ونجوم العالم العربي كلهم موجودين هنا علشان يشاركوا في أمم أفريقيا وقرعة مصر 2019. أحداث كتيرة جدا عالمية الأسبوع الماضي، طبعا كان في دوري أبطال أوروبا وشفنا لقاءات أكثر من رائعة، إصابة ميسي وغيابه عن مباراة برشلونة في الدوري الأسباني أمام هوسكا دي أبرز الأحداث اللي موجودة، لكن فوز برشلونة على مانشستر لا يعني خروج مانشستر من دوري الأبطال، لسه ناقص مباراة. وتعلمنا من درس باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد إن مفيش في كرة القدم مستحيل، وأيضا من أتلتيكو مدريد وليفنتوس إن مفيش مستحيل في كرة القدم. ايضا اليوفنتوس بيخرج من ملعب يوهان كرويف بتعادل مهم جدا، وكالعاده رونالدو بيوصل ل 124 هدف في مسيرته الكرويه في دوري الابطال بس. تخيلوا حضراتكم ان لاعب بيسجل 124 هدف بس في بطوله دوري الابطال، ده غير الارقام القياسيه اللي بيحققها في كل الدوريات سواء في الانجليزي لما كان موجود مع فريق مانشستر، او في الدوري الاسباني مع الريال، وايضا في الدوري الايطالي مع فريق اليوفنتوس. شوفنا طبعا لقاءات توتنهام ومانشستر سيتي وفوز توتنهام 1-0، وشكل بيب جوارديولا هيكرر نفس سيناريو الموسم الماضي وهو الخروج من دور الثمانيه لدوري الابطال بسبب اخطاء بسيطه جدا من خلال تدريبه للفريق ومن خلال وجوده مع مانشستر سيتي. لكن توتنهام فريق كبير، طبعا فريق كبير جدا جدا جدا. وهل معنى غياب هاري كين انه هياثر على فريق توتنهام؟ طبعا هياثر، لكن مين هنا البديل؟ سون اللاعب الكوري الجنوبي الرائع جدا، الواحد اللي من اهم لاعبي كره القدم الحاليين في العالم. طبعا شفنا طبعا لقاء ليفربول وبورتو، فوز الى حد ما مطمئن لكنه مش حاسم بالنسبه لفريق ليفربول على حساب بورتو. محمد صلاح كان موجود في المباراه ولعب لكنه لم يحرز اي اهداف، لكن كلنا امل ان محمد صلاح يقدر في مباراه يوم الاحد ان شاء الله اللي هتكون ما بين تشيلسي وليفربول او ليفربول وتشيلسي بما انها مباراه ليفربول على ملعب الانفيلد، ان محمد صلاح يكون حاسم ويقدر انه
يفوز مع ليفربول بثلاث نقاط علشان يعود من جديد او يعود بالمنافسه مع مانشستر سيتي، وعلشان يريح كل جمهور ليفربول اللي مانشستر سيتي عنده لقاءين مهمين جدا، هتكون 20 ويوم 24 اول مباراه مع توتنهام، ويوم 24 مع فريق مانشستر يونايتد على ملعب اولد ترافورد. ان شاء الله نتمنى كمصريين اولا وكمحبين لمحمد صلاح ثانيا ان الدوري الانجليزي يكون لصالح فريق ليفربول علشان نستمتع، وعلشان كمان يكون اول لاعب مصري في التاريخ يفوز بلقب الدوري الانجليزي. هنروح لفاصل كالعاده ونرجع مع حضراتكم باحداث واخبار وكل ما هو جديد في احداث الكره العالميه. خليكم معنا.